السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة من صحيحه: باب حكم المحاربين، تحت باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قبيلة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، يعني في الطرق الأخرى أنهم بايعوا على الإسلام فاجتووها، يعني لم توافقهم، أجواؤها بزعمهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة، يعني رعاة رسول الله، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سرقوا الإبل، يعني هم قتلوا الراعي وارتدوا وسرقوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إسرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم يعني فقع أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. الحرة أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، الحرة الحجارة السود عموما. قال: إنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر. حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، حدثني أنس أن نفرا من عقل، قبيلة عقل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم مرضت، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تخرجون مع رعينا في إبل فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم. قال: وسمرت أعينهم. في رواية: فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني إبل نوق، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان. قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحارة يستسقون فلا يسقون. في رواية عن أبي قلابة أيضا قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال: ما تقولون في القسامة؟ فقال: عنبسة قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث أنس. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث، حديث العرانيين. قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك، لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم مثل هذا، يعني مثل أبي قلابة.
مثل عمر بن عبد العزيز الظاهر. نعم، في رواية ولم يحسمهم، يعني لم يحسمهم، يعني لم الحسم وضع الأيدي في الزيت لوقف نزيف الدم. قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا سماك ابن حرب عن معاية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة المؤم والبرسام، مرض يقولون ورم في الصدر، ورم في الرأس، الله أعلم نوع. وزاد عنده وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. في رواية وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثني يحيى بن غيلان، حدثني يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي أعين أولئك الرعاة، أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. هذه تحرر لأن فيها بعض الغرابة وانفرادات سليمان التيمي تقلق، فتراجع هذه اللفظة التي فيها التعليل بأن الرسول سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، فتراجع هذه اللفظة. هذا وهذا الحديث في حد الحرابة مع قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. مطلوب في هذا الحديث لمن يعملون في من يتابعون معنا من الإخوة الأفاضل، مطلوب أمران. الأمر الأول النظر في لفظة أبوالها، يعني الأمر هو الجمع طرق الحديث والنظر في لفظة أبوالها. الأمر الثاني كونه سمل أعين الرعاة أعين العرانيين لأنهم سملوا أعين الرعاة بدراسة المقارنة. الأمر الثالث أيضا لم يحدد في هذه الطرق نوع المرض بسند ثابت، هل هو الاستسقاء أو الوباء الكبدي أو نحو ذلك، لأننا نرى أمما من الناس يتجهون إلى الصحراء لاتباع الإبل والشرب من أبوالها وأبوالها إذا كان عندهم مرض وباء كبدي، ولم يثبت في طرق الحديث أن هذا المرض هو الذي كان يعانون منه، إنما الذي فيه أنهم استوخموا المدينة أو مرضوا بالبرسام، فتحرر هذه الطرق. وقد حررها من قبل أخ لنا اسمه عبد السلام، الشيخ عبد السلام ابن منصور من أهل المنصورة، كلف برسالة في هذا الباب فقام بها ولكن للأسف أنها لم تطبع. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.